كذا بدت الحكاية، وما أن بدت الأجواء بالاعتدال حتى بدأ معها موسم المكشات بالشمال وتحديدا في محافظة القريات، ليستحضر هؤلاء الشباب لوازم الكشتات معلنين الهرب من صخب المدينة إلى الصحراء، باحثين عن ألفة الأصدقاء وجمال الطبيعة. الخل حبل، الخل حبل. احنا الجو براد والناس طال عمرك حبها للكشتات مثل هالدم اللي طال عمرك يمشي مع عروقهم مستانسين عليها، وكل طال عمرك يجهز عزبته ويجهز سياراته واخوياه ومخيمه ومكشاته طال عمرك اللي يبي له ليله ويكون قريب من المدينه، واللي طال عمرك يبي له ثلاث ايام اربع ايام يم هالحره وهالقعيدات وهالبلاد طال عمرك الزينه وهالبلاد العاديه. نعم وثم انت شايف طال عمرك حتى تضاريس الارض بعد مساعداتنا طال عمرك على المكشات والوناسه والحمد لله رب العالمين. نبعد عن ضجه المدينه. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. ايش تو والله ايش اليوم لله الحمد. يزين الجو عندنا في طلوع السحيل، تكون المكاشيط طيبه ونطلع مع هالبران نشوف البران ونشوف اماكن اهلنا قبل ومنازلهم وتواجدهم بهذه البلاد. طبعا انا احيانا يوم امر على هالبلاد واشوف مضارب الباديه قبل يذكر علي اهلنا قبل، يذكر مواقعهم، ويوم نجي نرقب هالرجوم ما نلقى الا اثارهم، اثار الاولين. يطلع سحيل ودوروا يقول يطلع سحيل لا تامن السحيل تسمع. ثم طال عمرك يشوفون الثروي وين يطيح، يا رب تجعله يطيح على بسيطة حتى يطلع السمح. هذه الأجواء الطبيعية حتى وإن كانت خالية من الأشجار أو معالم الحياة، تبقى الرمال الممتدة على مد النظر هي سر الجمال. ولا ننسى شبة النار وبريق الشاي ودلة القهوة، واللي تزيد من جمال النزهة البرية وتترك الكثير من الذكريات الجميلة والمرتبطة بالكشتة. فيها وناسة وفيها سعة صدر يوم تنظر للجبال هذه والأرض السهلة سبحان الله العظيم، واللي قبل يوم الربيع يوم الخير، والحمد لله الآن خير، يشبون القهوة واجتماع الجماعة والكل من عنده ما شاء الله متونس. لا يمكن أن حنا نبدلها بأشياء أخرى مثل الفزاحات والحدائق هذه، حنا والله ما نستانس الا فيها المكان هذا. شوفنا شحال غيرها يا ابو محمد. عبس حلا علي عبد عبد عبد. هذا موش هذا. الطبخ فنون ما هو حكر على فئه معينه من الطباخين المتمرسين، وهذا ما يثبته هؤلاء الشباب من خلال ممارستهم للطهي والابداع فيه اثناء رحلتهم. دينا الفقرة مهمة، وش مجهز لنا؟ والله مجهز لكم طال عمرك حمسة، وفي خوي هذا ما ادري عنده حرفة ما ادري وش عنده، بس اني خليته يسوي. والله الحرفة خلاها علينا تفريم مال البصل، وهو يبي له الشغل الجاهز. خلها يبكي. ومثل ما احنا عارفين ان الصحراء لها خصوصية خاصة في المساء، فمجرد ما يخيم الليل بسكونة على المكان ويبرد الجو تبدأ السمرة وتحلى السوالف والقصص والقصايد. يقول فنجال للقلب المهوجس نسويه، وعقب سماد النار نبي نشبه، ونستدني اللي مبغض النوم يدعيه، نخف مجلس نازلين المسبه، بنادم يموت وكل ماله يخليه للمستريح وواحد ما تعبه. نعم. يقول يا شمال المملكه دار الكرام، يا ديار شدني شوقي لها، للقريات الحبيبه احترام، ديرتي من شافها ما ملها، حبها عندي سما فوق الغمام، مرتسم فيني غلاها كلها. وسلامتكم. جزاك الله خير. والله وياك. ابدا. الكشتة فرصة للم الشمل مع الأحبة والأصدقاء بعيدا عن الضوضاء والهموم والمشاكل، وهي عودة مؤقتة لزمن الحياة البسيطة الخالية من التعقيدات. نايف الفندي، القريات.